أحيي التجربة التي قامت بها مديرية العرائش في إنتاج بعض المواد الرقمية التي كانت موجهة لمجموعة من المؤسسات، مجموعة من الشرائح ديال المتعلمين. بطبيعة الحال كانت تجربة جديدة التحق بها مجموعة من الأساتذة الذين لهم أرضية التعامل مع مثل هذا النوع من التعليم، ولكن يبقى هنا الباب مشرع على الدعوة إلى التحضير لملتقيات، ملتقيات طيرية، ملتقيات تكوينية في هذا الجانب الرقمي، لأن بدون هذا التكوين لا يمكن أن نعطي ما هو نرجو وما نطمح إليه. حقيقة كانت هناك تجربة مررنا منها جميعا، تجربة في هذا الباب، ولكن كانت تجربة محتشمة ولم تكن معممة، وهنا أدعو إلى الاهتمام بهذا الجانب. الشيء الثاني، توفير العدة التقنية داخل مندوبياتنا ومؤسساتنا، لأن العدة التقنية مهمة جدا، وبدونها كأنك تدعو المحارب لأن يحارب بدون سلاح. هذا كل ما يمكن أن أشارك به. هناك مجموعة من الأفكار التي كنت أود قولها. سبقني الأستاذ سيدي أحمد الضفري.